كابتن شريف، احنا قلنا ان هيفرض علينا طبعا التقرير الاخير اللي كان قبل بدايه الحوار مع حضرتك، انك تكلمنا شويه عن ذكريات المباراه دي، لانه قالوا انها كانت من المباريات النادره جدا. هي مباراه بالنسبه لي انا فيها ذكريات مؤلمه وفيها ذكريات سعيده جدا. انا عارف ان كانت احداث مؤلمه يعني صاحبه حدث كان مش لطيف بالنسبه لي، وفاه والدي ليلتها يعني. فكانت لعيبه عندي كلها والاداره وكل حاجه، وعملنا عزاء واستقبلت العزاء واتفقت ان انا بكره هشترك موجود مع الفريق، موجود مع الفريق قلبا وقالبا، خاصه وان احنا كان راح مننا الدوري بهدف اعتباري بقرار اتحاد الكوره مش مسبق يعني، لا ده قرار حديث. القرار طلع يعني كانت سابقه للمره الاولى، المره الاولى في حياتنا ان احنا نيجي يطلع قبل ما تنتهي بطوله الدوري بماتشين او عمر مباراتين، انه يقول لك احنا هنعتمد الفرق الاهداف والحاجات دي بعد ما حسبوها يعني. فكان طبعا خاصه ان احنا لعبنا الماتش الشهير بتاع المحله هنا في مصر، وهم لعبوا ماتش الاسماعيلي هناك، كنا كل ما نجيب جول هناك يحصل هدف، كل ده الاهلي جاب جول هنا فكانت هديه من النادي الاسماعيلي لنادي الزمالك على بطوله الدوري بالقرارات اللي هي طلعت من اتحاد الكوره. نهينا عن كل ده، كانت مباراه كاس مصر مباراه كبيره، عندنا غيابات كتير جدا، محمود الخطيب، طاهر الشيخ، انا والدي متوفي بس هلعب، اوكي بعتوا جابوا طاهر الشيخ استدعوا محمود الخطيب، كان برضو مش سليم جدا. بس كان قرار مستر هيديكوتي والجهاز الفني وقتها انك تشارك في المباراه ولا تبقى متواجد معاهم لغايه الغداء الصبح. انا مشارك وكل حاجه، ورحنا صلينا في الجامع ورجعت، فقعدوا عمل اجتماع معايا هو كابتن حسن حمدي، وكان القرار عدم اللعب خالص. الراجل مش هتبقى نفسيا الراجل قاعد معايا بصراحه كلمني قال لي بابا متوفي امبارح وانت مش انت بالك فتره يعني، انت بالك فتره بسبب مرض والدك ووفاته، وكمان انت مش بتفكر مظبوط حتى يعني مش بعدين حصل حاجه لا قدر الله النهارده هتبقى مشكله يعني، انت معانا وكل حاجه وانا فكر بس مش ده التوقيت المناسب انك تشارك. انا فكر انت مش ممكن العب النهارده، انت سألت طبعا للقرار، انت في حاله ما تقدرش تقول ما تقدرش تقول لا، العب هتلعب، رايح معاك العذر بتاعك انك انت. وقعدت واتفرجت مع الفرقه عادي جدا، وشفت طرد ممدوح مصباح، وشفت تقدم النادي الاهلي، وشفت تقدم نادي الزمالك ب 10 لاعبين، الى ان نزل محمود الخطيب لو تشوفه لابس جاكيت كده لونه زي يكون زيتي كده او حاجه زي كده، ما كانش لون مش فاكر كان لون احمر ولا لون زي، لدرجه ان الناس بقى يعني قامت وقفت قالوا المدرب بيسخن، وراح واحد حتفه ببرتقانه، راح بيبو واخد الكره البرتقانه على فخده واحد على تاني، وراح لعبها برجله تاني، وراح حاططها على فخده تاني، وراح حاططها له بشماله تاني في المدرجات. بس يعني ده شغل لوحده بره الشو بتاع الماتش واللي حصل في الماتش ده اللي انا اقدر اقوله لك. راح مرجع للراجل اللي اداله البرتقاله الكره بشماله تاني، كمل مهارات طبعا، وكم من الطمانينه اللي حدثت في المدرجات. ده عمل فرق في المدرجات وعند الفريق، خلاص مش عايزين الماتش بعد الحركه دي، يمكن ناس كتير ما شافوهاش غير اللي كانوا قاعدين جنب الراجل اللي حدف البرتقاله. مصطفى يونس بقى صاحب الانجاز في الماتش جالي بعد الماتش اهو، قلش الكوره دي لعلي خليل، قال لي بقول لك ايه يا شريف، انا لو ما كناش كسبنا النهارده انا كنت جاي اخد الشنطه وبروح، كنت هعتزل بقى هبطل. كان قال لي النهارده انا كنت متوفق، والكوره اللي شاطها حتى طه بسر الله يرحمه نط من عليها مصطفى يونس، راحت رايحه الغربه في العارضه وداخله في ثابت، وهم عاشت انفاق. هو بيبقى في يوم اللاعب بيبقى في يوم ربك مديلك اللاعب مش موفق، ربك يعني مديلك ال 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 الريز او الجايزه بس متاخر. هو بس هي دي بقى اللي انا بقول لك عليها، اللقطه دي اتفرج عليها وهو بيسخن، هتجيله بقى برتقانه كده من المدرجات واخدها على فخده واخدها على وش رجله ومرجعها تاني للراجل. هل فعلا لاعبي قيل ان لاعبي الزمالك في التوقيت ده ما كانوش متخيلين ان الكابتن الخطيب هيشارك في الوقت ده خالص لعدم اكتمال جاهزيته طبيا وبدنيا، وان نزوله اثر بالسلب على فريق الزمالك؟ والله نفسيا الأسماء حتى الاسماء اللي كانت موجوده ايامها كانت اسماء متساويه مع فارق طبعا، يعني عندك حسن شحاته وفاروق جعفر ومحمود الخطيب وطاهر الشيخ ومصطفى عبده وصفت عبد الحليم لعيبه يعني لعيبه اسماء. بص وقف ازاي في الملعب، بص الملعب بشكل كامل، طه بصري يعني، وعلي خليل ثابت، الناس دي كلها اسماء كبيره قوي.
فكان كومبيتيشن بتاعهم بيلعبوا 10 بقى بيلعبوا 11 مش فارق معاهم حتى نادي الزمالك بيعتمدوا على السرعات وعلى اداء الشخصيات الكبيره في الملعب اللي هم من الاهلي والزمالك الحقيقه. شكل الملعب اتغير تماما. ومقوله شهيره كانت لكابتن محمد لطيف بعد ما جبنا احنا الجون الرابع قال لك خلاص احنا خدنا الدوري وهم خدوا هم خدوا الكاس بقينا احنا وهم يعني كان صريح الكابتن لطيف ما بقاش هو المذيع لا ما كانش سر يعني ما كانش الكابتن لطيف رغم طبعا جمال تعليقه وادائه خفة الظل اتعلمنا منه كتير قوي كابتن والله يا كابتن شريف كل حاجه في الاطار اللي بدم خفيف وادب ولغه مقبوله حتى ان اعلامي يعترف انه اهلاوي او زملكاوي او ميلو الفريده او ده لو بطريقه محترمه وبتحترم المنافس وبتراعي كل الناس وبتحترم حجم النجوم الموجودين هنا وهنا متهيألي هتبقى مقبوله. هو بيصيطك كمان يعني هو لطيف يعني كابتن لطيف يقول لك ايه خلاص بقى احنا خدنا وهو اللي حبب الناس كلها في عفوا المقاطعه كابتن.